انتهى كل شيء هنا بلمح البصر. نقصت الخيام خيمة ورحلت معها حياة طفلتين، ولم تعد هنا تسمع تلك الضحكات الجميلة، ولم تتطير مرة أخرى جدائل الشعر خلال اللعب في الفناء. حل الموت هنا ضيفا ثقيلا، وترك وراءه مشاهد النيران عالقة في أذهان الجيران، لتزداد حسرتهم على حياتهم في مخيمات النزوح بالشمال السوري. في هذا المكان خسرت الأم أمام عينيها طفلتيها انتصار ولين، افتقدت احتضانهما ومشاعر حبهما التي كانت تنسيها مآسي النزوح. انتصار تبلغ من العمر 5 سنوات، وشقيقتها لين تصغرها بعامين فقط. هنا كانتا تبحثان عن قدر قليل من الدفء داخل الخيمة حينما كانت الثلوج تتساقط من حولهما، لكن الموت كان أسرع في الوصول إلى جسديهما من الدفء. فوسيلة التدفئة البدائية التي كانت تجتمع نحوها العائلة تحولت إلى نقمة. على نحو مفاجئ انفجرت المدفأة وانتشرت النيران بلا هوادة داخل الخيمة. لم يستوعب أحد ما جرى، ولم تتكشف المأساة إلا عندما بدأت النيران تخمد ويعثر سكان المخيم على الطفلتين اللتين ماتتا جراء الحريق. صحيح أن نيران الخيمة انطفأت بالنهاية، لكن نيران اللوعة على فراق الطفلتين ستظل مشتعلة في قلب الأم التي نجت من الموت. ماذا تبقى من آثار انتصار ولين؟ الحقيقة لم يبقى الكثير. بقية أثواب محترقة هنا، وقطعة من غطاء شوهته النيران هناك. هذا نور الدين، أحد أقرباء العائلة الذي أصابته الصدمة جراء ما حدث للطفلتين. وعندما قابلنا كان لا يزال يلملم بقايا مقتنياتهما من الأرض ويغرق في مشاعر الألم على فراقهما. لم يستطع نور الدين كغيره من بقية سكان مخيم أبراز في مدينة عفرين أن يلحق بالعائلة وينقذها قبل أن تحاصرهم النيران. اسمع الطاقة، جينا رقدنا أنا وزميلي، جينا رقدنا أقل من 10 ثواني كانت الخيمة والبنات. رحلت انتصار ولين وتركتا وراءهما جوا كئيبا لدى سكان بقية الخيام. باتت هذه السيدة تخشى على أطفالها، وبالنسبة لها يبقى البرد أقل ألما من موت أحد أطفالها حرقا بنيران المدفأة. ما عنا شيء ندفيه، صار لنا سنتين قاعدين بهالخير وعنا دع، صار لنا كل نهار على التلفزيون لقفنا شوية ندفيه وخلي على الله. ما شفت الله البنات انحرقا بنيران، وما عم نستجيب شغل الصبر شيء الويب. الحياة التي كانت تعيشها انتصار ولين لا أحد يشعر بحقيقة مرارتها إلا من يعيش تفاصيلها يوميا، والذين يعيشون هذه الحياة عددهم كبير. فإنما توجهت في الشمال السوري ترى مخيمات مترامية الأطراف. تقدر الأمم المتحدة عددها بنحو 1300 مخيم، يخشى 1.6 مليون شخص يعيشون في هذه المخيمات من أن تنتهي حياتهم بنفس الطريقة التي رحلت فيها انتصار ولين عن هذا العالم.